بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. وهذا مجلس جديد متجدد في أحكام التلاوة والتجويد في هذه الختمة المباركة إن شاء الله، برواية حفص عن عاصم الكوفيين من طريق الشاطبية بتوسط المد المنفصل، ونحن فيها على ما ييسر الله عز وجل من ذكر الفوائد والقصص والتفسير والعبر على ما يتيسر لنا من الوقوف عليه في هذه الآيات التي نتلوها بإذن الله تبارك وتعالى. ونرحب بجميع الإخوة الذين التأم عقدهم واتصل خيرهم وبرهم بهذه الكوكبة القرآنية المبارك، ونحن في غرة شهر ذي الحجة الحرام لعام 42 و400 وألف من هجرة العدنان عليه الصلاة والسلام، حري بنا أن نتكلم في عجالة وسانحة سابحة سريعة عن هذه الأيام التي هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. لماذا عشر ذي الحجة؟ لأن الله عز وجل أقسم بها فقال: والفجر وليال عشر. والليالي العشر هي عشر ذي الحجة، وهذا ما عليه جماهير السلف والخلف ومن المفسرين، وبه قال ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما، وابن الزبير عبد الله حواري النبي عليه الصلاة والسلام، ومجاهد بن جبر المكي تلميذ ابن عباس النبيل، وغير واحد من السلف والخلف، ونقل ذلك الطبري، ونقله عنه القرطبي وابن كثير رحمة الله على الجميع. لماذا عشر ذي الحجة؟ لأن الله عز وجل أيضا ذكرها في الأيام المعلومات، فقال في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني راجلين على أقدامهم، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يعني على كل دابة هزيلة، يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس الترجمان: الأيام المعلومات أيام العشر. قال النووي الشافعي رحمه الله: وأعلم أنه يستحب الإكثار من الأذكار في هذا العشر زيادة على غيره، ويستحب من ذلك في يوم عرفة أكثر من باقي العشر، كما نقل أثر ابن عباس أثر ابن عباس البخاري رحمه الله في صحيحه، وكلام النووي مأخوذ من كتابه الأذكار الذي درسناه كاملا بحمد الله عز وجل في درس يوم الأربعاء. لماذا عشر ذي الحجة أيها الكرام المباركون؟ لأنها من التي قال الله عز وجل فيها: الحج أشهر معلومات. فعشر ذي الحجة آخر هذه الأشهر المعلومات، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ومن قال ذي الحجة كله. لماذا عشر ذي الحجة؟ لأنها جمعت فيها من أمهات العبادات ما لم تجمع في غيرها، من الصلاة والصيام والصدقة وتلاوة القرآن والبر وصلة الرحم والنسك والحج وما فيها من أيام التروية ومن وقفة ومن يوم عرفة، الذي هو من الأيام التي ما رؤي فيها الشيطان صغرا كيوم عرفة، وما ويعتق في يوم عرفة ما لم يعتق في غيره من الأيام. لماذا عشر ذي الحجة؟ لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، كما جاء من حديث ابن عباس عند البخاري. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. لماذا عشر ذي الحجة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن أزكى الأعمال عند الله وأعظمها أجرا ما كان في عشر ذي الحجة. أعيد: أزكى الأعمال يعني أرفعها وأعظمها أجرا ما كان في عشر ذي الحجة، وجاء ذلك كما مر معنا في صحيح الترغيب والترهيب: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى، يعني عشر ذي الحجة. لماذا
عشر ذي الحجة لأنها أفضل أيام الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام كما عند البزار وابن حبان من حديث جابر وفي الترغيب والترهيب: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصومها جميعا، وكما جاء ذلك من حديث هنيدة عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود صحيح الألباني: كان عليه الصلاة والسلام يصوم تسعة ذي الحجة، يعني من واحد بيوم تسعة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر. نعم. ومما يشرع في هذه الأيام المباركة التوبة، تستقبل الأيام الفاضلات بالتوبة. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتستقبل بالتهليل والتكبير من أول ليلة من لياليها من أمس المغرب، وهو تكبير مطلق يستمر حتى عصر يوم ثالث عشر من ذي الحجة. يزيد عليه تكبير مقيد أدبار الصلوات من فجر يوم عرفة لغير حاج، وينتهيان جميعا في عصر اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء عن ابن مسعود موقوفا عند ابن أبي شيبة. وأيضا يشرع فيها الاجتهاد الشديد في العبادة أكثر من رمضان، فإن الصدقة في عشر ذي الحجة أفضل ولا في رمضان؟ أيها الكرام أجيبوني. في ذي الحجة يا شيخ. حجة. نعم. لماذا؟ لحديث: ما من أيام العمل الصالح في حبها من عشر ذي الحجة، ففيها الصلاة أعظم والعبادات أعظم، وهذا ربما لا يفقهه كثير من الناس. ولذلك كان سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. رواه الدارمي وحسنه الألباني في إرواء الغليل. وقال أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مول كما في لطائف المعارف لابن رجب، قال: كانوا يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم. وقال أيضا في لطائف المعارف: فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: واستيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من جهاد لم يذهب فيه نفسه وماله. هذا كله استنباط من حديث ابن عباس الذي ذكرته لك: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. قال ابن القيم كما قلت لكم بداع الفوائد: إذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا. قال ابن حجر في الباري: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمات العبادة، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره، يعني من الشهور. يقول الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى: أحث إخواني المسلمين على اغتنام هذه الفرصة العظيمة، ويكثروا في عشر ذي الحجة من الأعمال الصالحة كقراءة القرآن والذكر بأنواعه، تكبير وتهليل وتحميد وتسبيح والصدقة والصيام وكل الأعمال الصالحة. انتهى من مجموع فتاوى الشيخ. وأيضا يقول: عشر ذي الحجة تبتدئ من دخول شهر ذي الحجة وتنتهي بيوم النحر، والعجب أن الناس غافلون عن هذه العشر، تجدهم في عشر رمضان يجتهدون في العمل، لكن في عشر ذي الحجة لا تكاد تجد أحدا فرق بينها وبين غيرها، الناس لاهون. نعم.
قال رجل من اليهود لعمر كما عند البخاري: يا أمير المؤمنين، آية نزلت عليكم، لو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم الآية. قال: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة، رواه البخاري. ويسن صيامها جميعا لأنها في جملة الأعمال الصالحة، ويتأكد صوم يوم عرفة لما صح عند مسلم من حديث أبي قتادة: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، صوم يوم يكفر 720 يوما، فضل الله يؤتيه من يشاء. والدعاء في كل هذه العشر، ويستحب استحبابا أكيدا في يوم عرفة. قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، رواه الترمذي وحسنه. وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ يقول ابن رواه مسلم. قال ابن رجب في لطائف المعارف: يوم عرفة يوم العتق من النار، فيعتق الله من النار من وقف من وقف بعرفة ومن لم يقف، فذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين، فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين. ولذلك ينبغي للمسلم أن يهتبل هذه الأيام، وأن يعلم أن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، رواه أبو داود وحسنه العلامة الألباني. يوم النحر معروف يوم عشرة، ويوم القر هو يوم الحادي عشر، لأنه هو اليوم الذي يقر فيه الحجاج بمنى ويكمل أيام التشريق. فلذلك يا أحباب الكرام، اهتبلوا هذه المواسم وهذه الطاعات ولا تضيعوها. نسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. هذا ما تيسر إراده وتيسر إعداده، وأعان الله على ذكره، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والآن ندرف إلى ما نحن قد درجنا عليه في درسنا هذا، وليبدأ والدنا بالتلاوة. بسم الله، استعينوا بالله، استعيذوا وابدأوا بالتلاوة، تفضلوا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم بأن الأرض من بعد بأن الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. ينصر من ينصر، إخفاء حقيقي، ينصر ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعيد الصوت تقطع. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
ومثلها النون أيضا أن هذه غنة المشدد. جزاك الله خير. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وأجل مسمى. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تطيرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إن في ثاني نعيد. ومن آياته ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم واختلاف ألسنتكم وألوانكم. لا أيوة نعم أحسنتم. نعم واختلاف ألسنتكم. أنا مكتوم بس عشان لا. إن في ذلك الآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.
ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون له من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم خيفتكم أنفسكم الثاني مولانا تخافونهم كخيفتكم أنفسكم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين وأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما شاء الله أحسنتم ما شاء الله نعم نعم الله يبارك فيك نعم الحسن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
هنا ورد يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. قلنا هذا التركيب القرآني في أي سور ذكر؟ تذكرون ذكرنا نحن هذا في ضبط المتشابه، وجعلتها لكم في بيت لا تنسوه إن شاء الله عز وجل. في الشورى؟ لا، احنا قلت لكم يبسط الرزق لمن يشاء من عباده، هذا التركيب لمن يشاء من عباده ويقدر في ثلاث سور، وذكرت لكم قلت اجعلوها في واحذر قصص عنكبوت سبأ، صح؟ القصص والعنكبوت وسبأ. والآن أعيد لكم فائدة أخرى، اجمعوها في كلمة عين سين قاف. عين سين قاف، عين من العنكبوت وسين من سبأ وقاف من القصص. نعم، إذن هذا التركيب ورد في ثلاث سور لا رابع لها، حتى لا تلحنوا أو يأتيكم شيء من المتشابه. واحذر قصص عنكبوت سبأ، هذا إذا حفظت البيت هذا بالترتيب، قصص عنكبوت سبأ حتى ترتيب المصحف. إن غمي عليك تذكر حاميم عين سين قاف، وخذ منها كلمة عين سين قاف عنكبوت سبأ والقصص. نعم، أكمل فضيلتك، تفضل. وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. أعد. وآتي ذا القربى حقه. لا 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 لا، هي كسرة تاء مثنى فوقانية مكسورة، فلا تشبعها لتصل إلى الياء. وآتي ذا، وآتي ذا، وآتي ذا. نعم. وآتي ذا القربى حقه. لا 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 لا، الركنة دي مش عايزينها، مش وآتي، لا، وآتي ذا، وآتي ذا. تفضل. وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. نعم يا شيخ، السلام عليكم. أنا فآتي فيها فاء عندي في المصحف، فآتي، فآتي ذا القربى. نعم، فآتي ذا القربى حقه. تفضل. هو قال وآتي، يعني معلش يا شيخ، صح ولا لا؟ لا لا لا، فآتي ذا القربى حقه، فآتي، هي فآتي في جميع، في عند جميع، عند جميع القراء. أعد، فآتي ذا القربى. نعم. ذلك خير لا 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 لا، أعد الآية لمن لتصحيح المسمع. فآتي ذا القربى، تفضل. فآتي ذا القربى، لا لا لا، لا عندهم حق، لا، فآتي ذا القربى، ما في واء، هي عندك واو ولا فاء؟ فآتي ذا القربى. أيوة، فآتي ذا القربى. فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وهذا فيها إثبات الوجه لله صفة ذاتية على ما يليق بجلاله وكماله تبارك وتعالى. لكن احذروا، تجدوها عند بعض القبائل وعند بعض الناس، يقول لك يا وجه الله، يا وجه الله. فهذه الكلمة اللي هي القول الذي يقوله الناس، يقول لك يا وجه الله، حكم هذه، حكم هذه الكلمة، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة: لا يجوز لأحد، وهذا اختيار الشيخ بن باز أيضا، أن يدعو بالصفات، إنما يدعى بالأسماء. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا رقم واحد، يعني ما تقول يا وجه الله اغفر لي، يا رحمة الله ادركيني، هذا لا يجوز.
بل وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستغاثة: ومن دعا بالصفة يكفر. هذا رقم واحد. الأمر الثاني: لا يجوز أيضا أن تقول عليك وجه الله، لأن هذا يدخل في باب الاستشفاع، ولا يستشفع بالله على خلقه، ولا يستشفع بالله على خلقه، فالله أعظم وأجل من أن يستشفع به على خلقه. طيب، وبعض الناس أيضا يقول لك الله لا يستحي منك. قال: لا يجوز أيضا، فإنه قد جاء في الحديث: إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. لكن إذا قلت إن الله لا يستحيي من الحق فهذا جائز. قالته الصحابية الجليلة: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، ما على المرأة إذا رأت الماء؟ طيب، بعض الناس أيضا يقول إذا تعب أو أصابه الإرهاق يقول لك يا وجه الله. قال أيضا: لا يجوز هذا القول، لكن قل يا الله. أما إنك تقول يا وجه الله فمعناها أنك دعوت بالصفة، ولا يجوز الدعاء بإيش؟ ولا يجوز الدعاء بالصفة. إذن ننتبه لهذه الألفاظ يا أحبابي التي تكثر على ألسنة الناس ويقولوها وتنتشر عندهم جهلا، وهي للأسف الشديد منهي عنها، منهي عنها. نعم، تفضل. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم زكاة تريدون وجه لا لا الله. لا لا لا، أعد 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 فضيلتك. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. مولانا ركز في الفتحة يا أخوان، أنا قلت لكم حفظكم الله، نريد أن نقرأ بالعين قبل اللسان. أول شيء ننظر إلى الآية، نمررها على العين ونتأمل الحرف وما عليه من علامات الضبط، ثم بعد ذلك ننطقه باللسان. تفضلوا، أعد فضيلتك الآية مرة ثانية. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. أعد وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. لا، هنا الأولى صح. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو. الباء الأولى باء لين، واو لين. الواو الثانية واو مادية، لأنها ساكنة، مضموم ما قبلها، فلا يربو. نعم، عند الله. تفضل، أعد فضيلتك. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل ذلكم من شاء؟
الشيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فخم الراء لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون. وهذه الآية أحباب الكرام فيها وقفة عظيمة لنتأملها. فهذا الفساد المنتشر في البر والبحر أدى إلى أن تنقص معايش الناس. سبحان الله، أن معايش الناس نقصت وذهبت بركتها، وأيضا أدى إلى ظهور الأوبئة والأمراض في راح الصوت شيخ. الأمراض والأوبئة بسبب ما الصوت راح شوي. الصوت واضح ولا ما تسمعوني انتم كلكم؟ ما تسمعوني دحين؟ واضح، اول راح شوي. طيب من فين؟ طيب من فين انقطع الصوت؟ من ظهر الفساد. اي ممتاز. فقلت لكم ظهر الفساد في البر والبحر في معايش الناس فأدى إلى نقصانها، وفي أنفسهم فأدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة بسبب المعاصي التي يفعلها الناس، وهذا مشاهد الآن. قال تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ولذلك قال تعالى، وهذا يدخل في القاعدة: الجزاء من جنس العمل، ليذيقهم الله عز وجل جزاء بعض أعمالهم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب، لكن فقط هذا، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك. هذا فقط شيء قليل من كثير. وهذه الأوبئة التي تنزل والأمراض بأسباب المعاصي ليس الغرض منها إلا لعلهم يرجعون، لعلهم يؤوبون، لعلهم إلى الله يتوبون. نعم، أكمل فضيلتك. نعم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. وهذا من فوائده أن الإنسان إذا سافر في البلدان فليجعل سفره عظة وعبرة، فليجعل سفره عظة وعبرة وليس معصية وفلة. ولذلك النبي يقول الله يقول: يا أيها النبي قل للمشركين هؤلاء سيروا في الأرض تأملوا كيف كانت نهايات الأمم المكذبة من قبلكم، عواقب سيئة. انظروا ماذا فعل الله بعاد، ماذا فعل الله بثمود، ماذا فعل الله بقوم لوط، كل هؤلاء. وهذا من فوائده أيضا أن الشرك بالله من أسباب نزول المعاصي ومن أسباب هلاك الأمم. كان أكثرهم مشركين. نعم. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. الله يومئذ يصدعون. يا سلام يا سلام، شوف الآية هذه. الله يأمر الناس جميعا والرسول خصوصا: يا أيها الرسول أقم وجهك لدين الله عز وجل المستقيم الذي لا اعوجاج فيه قبل أن يأتي يوم القيامة.
الذي إذا جاء لا مرد له من الله عز وجل. في ذلك اليوم يصدعون، يعني يتفرق الناس، فريق في الجنة منعمون وفريق في السعير معذبون. هذا معنى يتصدعون، يصدعون يعني يتفرقون، يتميزون إلى جنة أو إلى نار. جعل الله وإياكم من أهل الجنان المنعمين، ووقانا من أهل النيران المعذبين. نعم نعم. من كفر فعليه كفره، أيوة. من عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. الله غني عن عملك الصالح، أنت هذا العمل الصالح الذي تفعله إنما هو لنفسك. ليمهدون أي يهيئون أنفسهم لدخول الجنة، هذا معنى فلأنفسهم يمهدون، يعني يهيئون أنفسهم لدخول الجنة والتنعم بما فيها وهم فيها خالدون أبدا. نعم. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. وهذا دلالة على أن الكفار في النار مبغوضون، لأن الله لا يحبهم تبارك وتعالى. نعم. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره. أعد. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم. لا 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 لا، فخم الله يرضى عليك. أعد. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره. مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. يعني ما معنى مبلسون؟ يعني آيسون من رحمة الله وآيسون من نزول المطر عليهم. نعم. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فخم يا مولانا، فخم يا حبيبي، فخم الراء. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. أيوة. إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أيوة. ولئن أرسلنا ريحا فرآه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. أعد. ولئن أرسلنا ريحا فرآه مصفرا فلظلوا من بعده يكفرون. أعد. ولئن أرسلنا ريحا فرآه مصفرا يا أبا الحسن
يا أبا الحسن يا أبا الحسن فرأوه 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 جمع فضيلتك فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فضل ساعتك. ولئن أرسلنا ريحا ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. أيوة يعني لو أن الله أرسل الرياح على هذه المزارع والنباتات فأفسدتها عليهم فرأوا هذه المزارع الغناء والجنان الوارفة مصفرة الألوان بعد أن كانت مخضرة لظلوا بعد هذه المشاهدات يكفرون بنعم الله السابقة على كثرتها. وهذا حال الإنسان، تجد الإنسان في صحة وفي رخاء وأول ما تنزل بمشكلة فقط مباشرة والعياذ بالله ينقلب على عقبيه من التسخط وعدم الرضا بقضاء الله وقدره. طيب أنت كنت في نعم قبل ذلك وهذه الأمور، ولذلك كان السلف إذا نزل بهم ما يكرهون يتعهدون أنفسهم يقولون إنما أوتينا من ذنوبنا، فكانوا يعرفون من أين يؤتون فيسرعون التوبة إلى الله تبارك وتعالى. فضرب الله مثلا لهؤلاء الذين يكفرون بنعمة الله إذا نزل بهم أي أمر فيه شدة بهؤلاء الذين لا يسمعون كالموتى. نعم تفضل. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ومن هنا أخذ أهل العلم بعض أهل العلم أن الموتى لا يسمعون على الدوام، إنما يسمعون فقط في حالات معينة، هذا عموم فيه خصوص أنه يسمع قرع النعال وإلى آخره كما ذكرنا في المجلس الماضي. تفضل. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وهذا الله يقول له، هذا طبعا هنا المقصود بالهداية هداية التوفيق، وما أنت بهاديهم يا رسول الله إلى الإيمان، لكن أنت تسمع ويصل كلامك إلى الذين ينتفعون بما تقول وينقادون لأمرنا. إذن هذا النوع من الهداية المقصود به هداية التوفيق للإيمان. وما أنت بهادي العمي إلى الإيمان، وهنا المقصود هنا بالعمي العمى، هنا عمى البصيرة لا عمى البصري، هنا العمى عمى البصيرة لا عمى البصري. جزاك الله خير. جزاك الله. أحسنت. وجزاك الله خير. وياك. أحسن الله إليك إن شاء الله. وياك حبيب. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا. هؤلاء يوم تقوم الساعة، واحنا قلنا أيها الكرام الفضلاء أن عندنا القرآن حررنا هذه الفائدة قبل ذلك في الفرق بين الساعة وساعة، صحيح؟ نعم. تذكرون نعم. ذلك. طيب ماذا، كيف فرقنا بين الساعة وساعة؟
ماذا قلنا؟ إذا أتت بأل يا شيخنا ممكن يا شيخ. إذ أيوة يا مشعل، إذا أتت بأل إيش؟ إذا أتت بأل يعني يوم القيامة، وإذا أتت بساعة يعني حين من الزمان. أيوة أحسنتم. نعم أحسنتم. وقلت لكم إن كلمة الساعة ذكرت في القرآن معرفة كم مرة؟ 35 مرة. 35 مرة ذكرت لفظة الساعة. وطيب، ولفظة ساعة ذكرت في القرآن نكرة كم مرة؟ 8 مرات. 8 مرات. تحرر هذا الكلام، هذا الكلام كلام نفيس يعني، يحرر تستفيد منه بعد ذلك. طيب هنا إذن المقصود هنا ويوم تقوم الساعة، يعني يوم، يعني يوم القيامة، يعني يوم القيامة يقسم المجرمون الكافرون هؤلاء يقسمون ويحلفون ما مكثوا في قبورهم إلا ساعة، ما لبثوا يعني في قبورهم غير ساعة. فقال ربنا عز وجل كذلك كانوا يؤفكون، يعني سبحان الله بقدر ما كانوا لم يعرفوا كم لبثوا في قبورهم بقدر ما كانوا في الدنيا منصرفين عن معرفة الله عز وجل. وهذا كله يؤكد القاعدة التي تقول الجزاء من جنس العمل. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم، وكذلك اليوم تنسى. نعم تفضل. وقال الذين ويوم تقوم، بس ما أكملت الآية يا شيخ، كانت نص. أعد ويوم تقوم الساعة. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. فخم الراء، غير. طيب يا شيخ أنا أبو حسن في الراء شوية. أنتم متأثرون بالراء الحجازية. أيوة صحيح، بس أنا الحمد لله عدلت كثير ترى يا شيخ، أنا كنت أول زي كذا. لا لا كلكم أنتوا الآن زي أندرياوات. طيب يلا كلكم. ويوم تقوم أنتم الآن مشروع في قراءة في رواية ورشة عن نافع، يعني إن شاء الله إذا أنسى الله في الأعمار وجينا في ورشة عن نافع أنتوا حتكونوا ممتازين في الموضوع هذا. تفضل. في الراء يا فراء. طيب. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكن أنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. لا ولقد... طيب دقيقة في هذا. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، يعني الذين أعطاهم الله عز وجل بصيرة علم وهم الأنبياء والملائكة، يقولون لقد مكثتم فيما كتبه الله في سابق علمه من يوم خلقكم إلى يوم بعثكم الذي أنكرتموه الآن ولكنكم كنتم لا تعلمون أن البعث واقع فكفرتم به. فهذا يوم البعث، وهذا فيه رد على الملاحدة، فيه رد على الملاحدة. نعم. طيب هنا معذرتهم، لا نختلس فيها، معذرتهم. فيومئذ أعد. طيب. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ما معنى يستعتبون هنا؟ معنى يستعتبون هنا
يعني لا يطلب منهم التوبة والإنهار. أيوه لا توبة خلاص انتهى. نحن الآن في وقت الجزاء ولا عمل، وانتهى وقت العمل ولا حساب. نعم. ولقد ضربنا للناس فيها ولقد طيب تفخيمة. نعم. طيب ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. وهذا لفظ العموم، يعني أي شيء في هذه الدنيا مثاله موجود في القرآن، علمه من علمه وجهله من جهلهم. ووقف يوما رجل من أهل الكلام والجدل من اليهود على أبي حنيفة، فقال يا أبا حنيفة أنتم تقولون إن هذا القرآن فيه كل الأمثال وفي كل شيء وفي كل الأخبار، فهل تستطيع أن تخبرني طريقة عمل الخبز؟ قال لي مذكور عندنا في القرآن هذا أمر سهل يسير. أي قال يلا علي بالخباز، ايتوني بالخباز. فلما جاء بالخباز قال له يا هذا كيف تصنع الخبز؟ قال كيت وكيت وقد. قال أسمعت يا يهودي؟ قال طب أين هذا في القرآن؟ قال في القرآن في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيوة، فهو من أهل الذكر، من أهل الحرفة والمهنة. فلذلك قال ولقد ضربنا للناس، مؤمنهم وكافرهم، أبيضهم وأسودهم، ملحدهم وموحدهم، في هذا القرآن من كل مثل، لكن يعقله من يعقله ولا يعقله من يعقله، ليتضح لهم الحق من الباطل. لكن الذين كفروا عياذا بالله مهما أتيتهم بحجج فإنهم مع ذلك يظلون على ما هم عليه، ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. فضل. ولقد ضربنا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. نعم حسبك. دقيقة نقف هنا لنتكلم عن سورة الروم التي نحن قرأناها، وهي سورة مكية إلا الآية 17 فمدنية، وهي قول الله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وهذه طبعا فيها دلالة على أذكار الصباح وأذكار المساء، وهي من المثاني. هذه السورة من المثاني، كما نحرر دائما ونقول القرآن أربعة أقسام: طوال، سبع، ومئين، ومثاني، ومفصل. وقلنا معنى المثاني يعني التي تتلى وتكرر ويكثر قراءتها في الصلاة وتكثر فيها القصص والمواعظ. آياتها 60 آية، وترتيبها في المصحف السورة 30، وترتيبها في الجزء 21، وترتيبها نزولا نزلت بعد سورة الانشقاق الذي هي في الجزء 30، واستفتاحاتها بالحروف المقطعة. عدد السور التي استفتح بالحروف المقطعة كم سورة يا مشايخ؟ تسع وعشرون سورة، أولها البقرة وآخرها نون والقلم. وهذه السورة بيّنت أن الروم سينتصرون على الفرس، وهذا في قول ربنا عز وجل غلبت الروم في أدنى الأرض، وهذا فيه إعجاز أن البقعة التي غلبت فيها الروم هي فعلا أدنى
أدنى الأرض وهي منطقة تسمى أنطاكيا, منطقة تسمى أنطاكيا, وهذه طبعا وقعت فيها تلك المعركة, معركة أنطاكيا, أنطاكيا وهي في مدينة في سوريا, منطقة أنطاكيا في سوريا بين الجيش البيزنطي بقيادة هرقل الجيش النصراني والجيش الساساني بقيادة اللي هو الفارسي. وكان ذلك في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم, وانتصر الفرس فيه على الروم, وبعد ذلك خرج أبو بكر يبشر بذلك أن الروم سينتصرون على الفرس. فمرت السنون وقال الكفار ما حصل شيء أبا بكر, قال ألم يقل ربنا في بضع سنين, ووقع ما قال الله عز وجل العليم القدير, والبضع هو من 3 إلى 9 فلا يزيد على فلا يقل عن 3 ولا يزيد عن 9, وفعلا حصل وفرح المؤمنون بذلك, وفرح المؤمنون بذلك لأن كان أهل فارس مجوس يعبدون النيران, عدد كلماتها 817 كلمة, وعدد حروفها 3433 حرفا, وأسباب نزولها كما جاء عند النيسابوري في أسباب النزول, وعند ابن أبي حاتم عن ابن شهاب الزهري كان المشركون يجادلون المسلمين قبل هجرة النبي فيقولون الروم يشهدون أنهم أهل كتاب وقد غلبتهم المجوس, وأنتم تزعمون أنكم ستغلبوننا بالكتاب الذي أنزل على نبيكم, فكيف غلب المجوس الروم وهم أهل كتاب, فسنغلبكم كما غلب فارس الروم. فنزلت هذه السورة من مقاصدها أيها الفضلاء الكرام, من مقاصد هذه السورة العظيمة وهي سورة الروم, تحقق لنا بيان الحقيقة الكونية أن الله هو الذي يصرف الأمور, لله الأمر من قبل ومن بعد, لله الأمر من قبل ومن بعد. وطبعا سورة الروم لم تعرف إلا بهذا الاسم, ليس لها أسماء أخرى. وكلمة الروم في لغة العرب من رام الشيء يرومه إذا طلبه وقصده, فيحسن ويصلح أن أقول أريد كذا وأروم كذا, يعني وأقصد كذا وأطلب كذا, وهي واحدة من الألفاظ المترادفة على معنى مشترك. أما كلمة الروم هنا فإنها على سبيل العلم والتسمية, فهي اسم لقوم من الأقوام وأمة من الأمم, اللي يقال لهم الروم أو الرومان أو بنو الأصفر, لأنهم فعلا كانوا من أولاد الأصفر ابن روم ابن عيصون ابن إسحاق. إذن هم من نسل من؟ الروم من نسل من يا مشايخ؟ إسحاق. من نسل إسحاق عليه السلام, فهم من بني إسرائيل, وديانتهم الشائعة هي النصرانية, هي النصرانية. قال ذلك الإمام ابن حجر في فتح الباري. وطبعا هم يمتازون بأنهم بيض البشرة وزرق العيون, وحبة العين في عيونهم زرقاء, وهذا خلق الله تبارك وتعالى. وسميت السورة على ذلك, وسميت السورة على ذلك. وطبعا كانت أمتان كبيرتان, الفرس والروم, كما الآن الأمريكا وروسيا إلى غير ذلك. ومن عاداتهم أنهم كانوا يتقاتلون يتقاسمون, والحرب بينهم سجال, مرة يغلب هؤلاء ومرة يغلب هؤلاء, حتى جاء النبي فغلبهم جميعا, الله أكبر, غلب الفرس والروم أعتى قوتين. وكانوا يتقاسمون العرب, غسان الغساسنة والمناذرة يتقاسمون اليمن ويتقاسمون العراق شمالا وجنوبا,
جاء النبي عليه الصلاة والسلام وجاء المسلمون فغلبوا الفرس والروم وأقاموا دولة الإسلام، دولة الإسلام العظيمة، أقاموا دولة الإسلام دولة وأقاموا دولة الإسلام العظيمة أيها الكرام الفضلاء. وهذه السورة تبين لجوء المشركين إلى الله في الشدة ونسيانهم لأصنامهم وإشراكهم به في الرخاء، وتبين أن الجهاد في سبيل الله سبيل التوفيق، وتبين أن القرآن يخبر عن المغيبات لأنه من لدن حكيم عليم يعلم الغيب والشهادة تبارك وتعالى، وتبين أن العلم بما يصلح الدنيا، وتبين أن الجهل يضيع الدين والدنيا، وتبين آيات الله في الأنفس والآفاق للدلالة على توحيده تبارك وتعالى، وتبين أن الظلم سبب لهلاك الأمم السابقة، وتبين أن يوم القيامة يرفع الله المؤمنين ويخفض الكافرين. ومن أيضا مقاصدها إعمار العبد أوقاته بالصلاة والتسبيح، وهو علامة على حسن العاقبة، ولذلك علينا أن نهتبل هذه العشر في مثل ذلك. وأيضا الاستدلال على البعث بتجدد الحياة، فالله يخلق الحي ثم يميته ثم يحييه، قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف، وفي قراءة من ضعف أيضا بقصر المنفصل، احنا في التوسط بفتح الضاد. وتبين آيات الله في الأنفس والآفاق لا يستفيد منها إلا من يعمل الأعمال الصالحة ويعمل إدراكه. وتبين خضوع جميع المخلوقات لله عز وجل قهرا واختيارا، وأيضا تبين أن اتباع الهوى يضل ويطغي، وتبين أن دين الإسلام هو دين الفطرة، وتبين أن الفرح بالبطر عند النعمة والقنوط من الرحمة عند النقمة صفتان من صفات الكفار، وتبين إعطاء الحقوق لأهلها سبب للفلاح، وتبين أن الربا يمحق، أن الربا يمحق ويذهب البركة، وأن الإنفاق في سبيل الله يضاعفها، ولا سيما في الزمان الفاضل والمكان الفاضل كما نحن في عشر ذي الحجة. وتبين أن أثر الذنوب أسباب الأوبئة والأمراض، وتبين أن إرسال الرياح وإنزال المطر وجران السفن في البحر نعم ينبغي أن نشكرها لله عز وجل، وتبين أن إهلاك المجرمين ونصر المؤمنين سنة إلهية، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وتبين أن إنبات الأرض بعد جفافها دليل على البعث والنشور، وتبين أن يأس الكفار من رحمة الله عند نزول البلاء وهي صفة مذمومة، وتبين أن هداية التوفيق بيد الله لا يملكه أحد، أما الإرشاد والدلالة يملكها كل أحد، وتبين مراحل العمر عبرة للمعتبرين، فالإنسان يخلق ضعيف ثم يقوى ثم يضعف ثم يشيب ثم يذهب إلى الدار الآخرة، وتبين أن من أسباب الختم والطبع على القلوب هو الذنوب، أن من أسباب الختم والطبع على القلوب الذنوب. نعم، نبدأ الآن في سورة لقمان، تفضلوا. السلام عليكم الشيخ، لو سمحت بالنسبة لش اسمه كلمة أو مكان اللي هي أدنى الأرض، يعني كثير سمعنا أن هي في منطقة اسمها البحر الميت في الأردن هناك أو فلسطين. نعم، أدنى الأرض، يعني كأنك تقول يعني السؤال أدنى الأرض أين تقع؟ أدنى الأرض تقع في منطقة تسمى الأغوار أو تسمى وادي عربة أو البحر الميت في الأردن، وهي الجزء الأكثر انخفاضا على الإطلاق، وهذا من الإعجاز العلمي في القرآن، وهذا من الإعجاز العلمي في القرآن، ومعنى أدنى الأرض
يعني أخفض منطقة على اليابسة. نعم، وهذا فعلا الذي حدث في هزيمة غلبت الروم في أدنى الأرض. نعم، هزمت الهزيمة حدثت في ذلك في ذينك المكان. نعم، أكمل يا شيخنا، أكمل. نعم، فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. الصوت ذهب، نعيد. طيب، ألف لام ميم. نعم. تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين، الذين يقيمون الصلاة نظهر الذال، الذين. طيب، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أعد ذهب الصوت. ويتخذها من أول. ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. احفظوا هذه الآية، الآية السادسة في سورة الروم، دلالة على حرمة المعازف والغناء، وأجمع الصحابة والسلف على ذلك كما نقله أهل العلم. قال ابن مسعود لما قرأ هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قال: والله إنه الغناء ينبت النفاق في القلب ولا يعجبني. وإذا قال السلف لا يعجبني معناه حرام. نعم. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها، وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن
الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملت. ولذلك لما نزل قول ربنا عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وقالوا من منا لم يلبس يعني لم يخلط إيمانه بظلم. قال ليس هذا المقصود. ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. فأعظم الظلم هو الشرك عافانا الله وإياكم. نعم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين قال تعالى في سورة الأحقاف وحمله وفصاله 30 شهرا. فهل ثمة تعارض بين الآيتين؟ كلا، بل هو فيه إعجاز طبي ذكره القرآن. فلما نقرأ وحمله وفصاله في عامين يعني 24 شهرا، وحمله وفصاله 30 شهرا، فنطرح 30 من 24 من 30، يتبقى 6 أشهر يعني أقل يعني الحمل، يعني يولد الطفل على عمر كام؟ 7 شهور، صح ولا لا؟ نعم. أكمل. أقل. نعم. وهكذا يجمع بين الآيتين. نعم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. خبير ترقي هنا ترقيق يا شيخ الخبير. نعم. خبير. أيوة. خبير. أيوة. إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. الصعر يكون من الدابة بأن تعرض بصفحة وجهها. فقال ربنا عز وجل هنا ولا تعرض بوجهك عن الناس تكبرا، هذا معنى ولا تصعر خدك. الخد هو جهة الوجه، خد أيمن وخد أيسر. فالدابة هكذا تميل بجنبها جنب وجهها كبرا، فضرب الله ذلك مثلا لمن يتكبر على الناس، يعني لا تعرض بوجهك عن الناس تكبرا ولا تمشي مختالا فرحا. وما زال قارون لما فخر عليه افتخر يتجلجل في الأرض
إلى يوم القيامة. نعم. واقصد واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وهذه الوصايا الأبوية للأبناء، ينبغي أن يتعاهدوهم بمثل هذا. يعني ينبغي لقمان دي تقرأ في البيوت وعلى الأبناء، ويتعلمون كيف تكون هذه الآداب وهذه الوصايا، ويدلك على شمول هذا الدين الذي يعني اهتم بالسلوك الإنساني، اهتم بالسلوك الإنساني. يعني اليوم يأتيني سؤال أنا أقرأه عليكم كما أتاني. تأمل يا أخي، يعني سبحان الله، لما تأتي الوصايا ببر الوالدين ويأتيك مثل هذا السؤال، أنت تتعجب إلى نحن أين وصلنا. الوالد الذي يفدي بنفسه ويطعم ويسقي ويقوم بكل هذه الأشياء إلى غير ذلك، ويأتيك مثل هذا السؤال. استمعوا جيدا، دعوني أبحث عنه أنا الآن هنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، دقائق حتى أخرجه. لا إله. أيوة، اسمعوا للسؤال. مع العلم بأن المصاغ هدية من أخيها بمناسبة زواجها، وتوفي الأب من دون رده، هل يعتبر هذا المصاغ؟ شيخنا ما سمعنا السؤال من أوله. طيب السؤال، هذا السائل يسأل، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم يا شيخ. وسؤالي هو: أب أخذ من ابنته مصاغ ذهبي لبيعه وسد حاجة له، على أن يرده إليها عندما يجد عمل. يبدو أن الأب كان ما عنده إيش؟ عمل. ما عنده عمل. راح لبنته قال: الدين يا بنتي مصاغ، أدته. علم أن المصاغ هدية من أخيها بمناسبة زواجها، توفي الأب من دون رده، مسكين لا حصل عمل ولا شيء، مات. هل يعتبر هذا المصاغ دين على الأب لابنته وواجب الوفاء من تركته؟ وإذا كان جوابكم بنعم ولم تكفي التركة، فما هو الواجب على الورثة؟ أفيدونا جزاكم الله خير. إيش رأيكم في السؤال مثل هذا؟ بس أعتقد الشيخ إنه هذا ما يرد المال إلى. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ما بقول لكم الآن إنكم تفتوا، أنا بقول لك إيش رأيك في السؤال مثل هذا. أنت الآن جزاك الله خير، أنت الآن الأب اللي ربى وتعب، ومن مهجة فؤاده ومن ثمرة قلبه أنفق على الأولاد لحد ما البنت تزوجت وكبرت وبقي عندها ذهب، والولد اللي جاب ذهب لأخته معناه أنه ميسور الحال، صح ولا لا؟ صحيح. أيوة، يعني معناها أن الأب دي رباهم وكل واحد أخذ له وظيفة، وبقى الأب الآن محتاج، فأنت الآن الابن هذا جاب ذهب لأخته هدية، والآن إذا كان الابن ما شاء الله بيجيب ذهب هدية، معناها الابن ميسور الحال، وأبوك جالس بدون عمل. صحيح، المفروض الابن يعني يكون يعني يتولى أمر أبوه، يعني أو يعني ما يقصر. أي نعم، الأب دي اللي تعب وفدى بحياته وربى، ليه المهندس مهندس والطبيب طبيب والمعلم معلم، وأصبح لهم رواتب، وبيجيب ذهب كمان لأخته في زواجه، لدرجة أن الذهب أكثر من التركة اللي تركها الأب. فهمت؟ يعني مبسوط، يعني مرتاح، يعني. أيوة، فالأب هذا بقى ما عنده عمل، ثم قال لبنته: يا بنتي اديني الذهب اللي عندي كده، يعني أفك ضيقتي وأنفق على البيت وكذا والكلام هذا، وأرده لك، أبشر إن شاء الله يتيسر ما أرده لك. مات الأب ولم يجد عملا ولم يرده، إيش الشيء اللي يكون يعني طبيعي
من الأبناء في الحالة هذه؟ أجيبوني يا أخوان، إيش يعني؟ خلنا الآن من الاستفتاء والإجابة. هذا أنت لا تضع نفسك في الموضوع هذا. إيش الشيء الطبيعي؟ أبويا مات وكان ماخذ مني فلوس، ومات ما عندوش عمل وما قدرش يرد الفلوس. إيش الشيء الطبيعي اللي يكون منك أنت الآن؟ الندم على الندم على ما فات، يعني إنه أنا قصرت في الوالد. طيب هذه واحدة. هاي أبو سعيد، وأنت إيش تقول؟ لا أطالب فيه خلاص، شيء لله بالله. وبعدين هو مردوده علينا يعني شيخ. يا سلام، احنا قلنا اذا اردتم موعظه فهذا فيه انت ومالك لمن؟ لابيك. انت ومالك لابيك. والامر الثاني، الاب اعطاك مهجه فؤاده ثم مات بدون عمل ولا مال. الامر الثالث، لا يؤدي ولد حق والده الا ان يجده عبدا مملوكا فيشتريه فيعتقه. فهمت ولا لا؟ صحيح. هذه المسائل تاتي من هنا. اما اذا اردت انك انت تبغى ان احنا نجيبك بالفتن، نقول لك نعم هذا دين في حق ابوك، طالما انت ما سامحت، طالما انت من خباثة نفسك لم تسامح، فنعم هذا دين في رقبة ابيك. روح طالب الورثة وخذوا منهم قبل ان يوزعوا الميراث، لان الميت اذا مات يجهز من مؤنته ويقضى دينه، وبعدين تنفذ وصيته، ثم اذا بقي مال يوزع على الورثة. هذا ذرت انت الإجابة والفتوى. لكن احنا وصلنا لمرحلة، هذه أسئلة تكثر، كما يأتي بعض الناس يقول لك هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لأبي وأمي؟ يا رجل عيب عليك. نعم عفوا يا شيخ، تكرمت. اسكت يا أبو سعيد، طالما الوالد بيتكلم ما تتكلمش، تخليه يتكلم. نعم يعني هو أعطى الذهب للبنت لأخته، خلاص صار مو من حقه. يعني حتى لو المبلغ هيرجع للبنت، ما هيرجع للورث. قصده شيخ هبة، يعني هبة، هذا هبة يعني. لا ما هو هي سائلة اللي تسأل فضيلتك، هي السائلة صاحبة الذهب اللي بتسأل. اها انا حسبت صاحب لا فضيلتك، لا هي السائله التي تسال. يعني انا او طالب ابويا بعد ما مات، يعني هذا السؤال ما اصلا ما هو محتاج ان احنا تستفتي فيه يا اخي. خلاص يا اخي، هذا انا سامحته ظاهر الدنيا وباطنها. يا اخي كم اعطى الوالد وكم ربى؟ اذا كان وصلت لدرجه ان انت دخلت بيتك وتزوجتي واخوك الثاني اهدى لك ذهبا بقيمة التركة كلها وزيادة، حتى السؤال يقول لك إذا كان التركة ما تسد الذهب، يبقى أنا كمان أطلب أخذ ذهبي حق الذهب كله؟ هذا الذي نحن وصلنا فيه أيها الكرام الفضلاء، ده اللي أنا أقصده وأنا يعني أذكره. لأجل هذا الله يرضى عليكم، نحن مطالبون أن نجلس مع أبنائنا، نربي أخلاقهم، نرتقي بها بأخلاق القرآن، بأخلاق القرآن وما فيه من الآيات، لأن أصبحنا في وضع صعب جدا. يعني أنت الآن وصلت أنك أنت تهدي ذهبا لأختك ولا تقف مع أبيك الذي يعني كما نقول تدهور به الحال، وأصبح ما عنده مال لكي ينفقه على زوجه وعلى من هو في بيته. بالله أي أرض تقلنا وأي سماء تظلنا إذا كان هكذا الأبناء مع الآباء. هذا فقط يعني أتت به هذه السورة الكريمة الجميلة التي نحن فيها. فانظروا، هذا الأب في وصيته لابنه يوصيه بالتوحيد، يوصيه ببر الوالدين، يوصيه بالإحسان مع الناس، يوصيه بإقامة الصلاة، بالأمر بالمعروف، بالصبر على ما ينزل عليه، يوصيه بعدم التبختر وعدم الغرور، يوصيه بغض الصوت، ومن باب أولى حيكون غض البصر، إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء. هذا الذي نحن نحتاجه في تربيتنا مع أبنائنا. شغلنا يا ولدي، خد بالك من وظيفتك، يا ولدي خد بالك من دراستك، يا ولدي أنت، وهذا كله كلام طيب ما في عيب يعني إن شاء الله إذا كان في طاعة الله. لكن أولى من كل هذا أن نربيهم على أن يحسنوا العلاقة مع الله أولا، ثم مع الوالدين ثانيا.
أيها الكرام الفضلاء، وأيضا أن يحسنوا العلاقة فيما يقربهم من الله درجات وزلف. نعم أكمل فضيلتك. نعم أبا علاء كمل الآية. أكمل الربع يا أبا علاء. أبو أين ذهب أبو علاء؟ طيب لا لم قف، أنا ما فتحت المقرفوية معليش، أنا ما فتحت. طيب أكمل وردك تفضل. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا. لا انتبه هنا، لا تضغم اللام في النون. قالوا بل نتبع، لا تضغم اللام في النون. قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. أحسنت، جزاكم الله خير. لو سمحت يا شيخ معذرة، نرجع بالنسبة لظهر الفساد في البر والبحر، البحر إيش المذكور يعني، كيف الفساد في البحر يا شيخ؟ هذا هو الذي تراه في بعض البلدان، ما تسمى بالفنادق العائمة، ويكون فيها من الفسق والفجور. بعض الناس يركب البحر فيفجر، بعض الناس يركب البوتس والمراكب ويشغل أغاني وكذا، هذا هو المقصود به. نعم صح، جزاك الله خير. نعم. أبو سحر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بس عشان جيت من زمان يعني عنك، يعني وحشنا صوتك، عشان كذا قدمناك على المجموعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم نمتعهم قليلا ثم نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. يعني لو أن ما في الأرض من الشجر قطع، الغابات هذه كلها، هذه الأشجار في كل مكان، الغابات وغيرها قطعت وبريت أقلاما
والبحار هذه اللي هي تعتبر خمسة أسباع الكرة الأرضية من البحار جعلت حبرا ومدادا ما فنيت كلمات الله لا إله إلا الله. وهذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل إنه هو العزيز الذي لا يغالبه أحد الحكيم في خلقه وتدبيره. نعم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أعد ورقق الحاء ورقق الباء. بأن الله هو الحاء هو الحاء وأن ما يدعون من دونه الباء باء ترقيق الحاء. وتفضل. نعم. جزاك الله خير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر. لا 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 تعطش الجيم هكذا. فلما نجا فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. ختار اللي هو الغدار. ختار يعني غدار. نعم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هو الشيطان. نعم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما لا تقلقي الراء. ويعلم ما في الأرحام. لا 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 ويعلم ما في الأر امسك الراء. ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. حسبك. أحسنت. سورة لقمان حياكم الله هي سورة مكية عدا الآيات 29 و 28 و 27 وهي من قوله تبارك وتعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام إلى وأن الله بما تعملون خبير. وهي من المثاني أيضا آياتها 34 آية وهي في الجزء 21 نزلت بعد سورة الصفات واستفتاحها بالحروف المقطعة
ولقمان هو أحد الصالحين، صالح من الناس، وسميت بسورة لقمان لاشتمالها على قصة لقمان الحكيم ووصاياه ووصاياه لابنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للبراء: كنا نصلي خلف النبي الظهر ونسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات. هذا حسنه الشيخ الوادعي في صحيح المسند من أسباب النزول، وهذا فيه دلالة على أن في الصلاة السرية يجهر بعض الآيات أحيانا، هذه السورة فيها مقاصد كثيرة كبر الوالدين والإحسان مع الناس كما ذكرنا آنفا. ولقمان رجلا، لقمان هذا رجل كان حكيما، ولذلك الله عز وجل ذكر اسمه في هذه السورة وسماها باسمه، وكان في عهد داود عليه السلام، وهو من مدينة من النوبة، من أسوان في النوبة، وهو أفطس آدم أسود رحمه الله، ووهبه الله عز وجل حكمة، واشتهر عنه لقمان الحكيم، وهو لقمان ابن يعور ابن أخت أيوب أو ابن خالته، وكما قلت لكم من مدينة اسمها أسوان في مصر، جنوب مصر. وقال خالد بن الربيع إنه كان نجارا، وقيل كان خياطا، وقيل كان راعيا، وعاصر داود وأخذ منه العلم وأعطاه الله الحكمة. وذكر المسعودي أنه ولد على 10 سنين من ملك داود عليه السلام، ولم يزل باقيا في الأرض ينشر الحكمة إلى أيام يونس ابن متى، إلى أيام يونس ابن متى. وهذه السورة سميت باسمه ومن وصاياه في القرآن التي تمتد من الآية 12 إلى الآية 19، كل هذه وصايا لقمان لابنه. وقال السهيلي ابنه اسمه ثاران، وهو قول الطبري. وقال الكلبي اسمه مشكم، ابنه اسمه مشكم، وقيل أنعم، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. والعجيب أن ابنه وامرأته كانا كافرين فما زال يعظهما حتى أسلما، سبحان الله. ذكره القشيري، طيب الآن من يقرأ ويبدأ بسورة السجدة؟ تفضلوا. السلام عليكم. طيب تسمح لي أبو تفضل أبو مصعب. الله يحفظكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الراء فخم الراء، الرجيم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن بقي معنا، نعم اقرأ، تفضل يلا استعينوا بالله، اقرأوا. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون.
لتنذر قوما ما أتاهم، وليس ما آتاهم، ما أتاهم لتنذر. لتنذر قوما ما آتاهم من لا 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 لا, لا, لا ليست ألفا مادية، إنما هي ألف همزة قطع. ما ما أتاهم على طول، ما أتاهم. لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه. الذي أحسن كل شيء خلقه. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان. لا 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 نعيد وننتبه، لا نقف بالحركة، نقف بالسكون. الذي أحسن كل شيء خلقه. أحسن الله إليك. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة. لا 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 لا, لا, لا. ثم جعل نسله من سلالة من. لا لا يا إخواني ركزوا في الضبط قبل القراءة، انظر الحرف بعينك وما عليه من الضبط بعدين اقرأ. اعد فضيلتك اعد. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. لا 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 ترجعون، نبغى ما نبغى القلق للنون هذا. ترجعون ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لا 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 فارجعنا نعمل فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها لآتي. لا لا نريد أن نتم الحركات.
لآتينا كل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لا لا ما انقلق للنون أجمعين لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا. لا امسك انا قلت لكم في النون هذه فضلتك ضم الكفين لما تيجي عند النون هكذا تقبضها لنتمرن عليها. اذا اجمعين او تيجي عند النون امسك ضم الكفين وانطق الحرف تفضل. لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. نزل جميعا يا شيخنا الحبيب تفضل. نعم الله أكبر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم. لا نعيد القلقة دي أنا مش عجباني بصراحة. إحنا كده القرآن كله بالصور. لا نركز معلش تصبروا علي في هذا لأن إحنا وصلنا ثلث القرآن لابد هذه الأخطاء نتحرر منها. أعد فضيلتك إن شاء الله. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى. لا ولنذيقنهم من الع من الع من العذاب من الع ولنذيقنهم من العذاب من الع من الع نعم تفضل. أحسن الله إليك. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن لعلهم يرجعون. لا شفت هن هذه قلقة. لا
نبغى نضم الشفتين، نبغى نضم الكف، لعلهم يرجعون. انت انطق النون مع ضم الكف فضيلتك، تفضل. لعلهم يرجعون. لا ما ضميت الكف، ما ضميت الكفين. لا ضم الكفين معايا تماما، لعلهم يرجعون. تفضل. لعلهم يرجعون. ومن أظلم نعم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يوقنون يوقنون يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز. الماء أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. أحسنت، جزاك الله خير. نعم الله جزاك ورفع قدرك الأخلاق وإياكم وإياك. نعم نشتاق فيها شيء شيخنا ولا حاجة نقول للسورة النجم؟ أيوه على طول ننقل إلى الجزء اللي بعد ذلك على طول. الأحزاب انتهينا منها احنا. سورة النمل يا شيخ. نعم نعم تفضل أحسن الله لكم. نعم 177. نعم تفضل. أبو سعيد. بسم الله. أبو كم 300. سعيد أيوه 177. نعم أيوة. سورة الأحزاب النمل. النمل من أولها شيخ. من أولها
طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين. النون هذه لا تفلقلها. نون الساكن هذا ما تفلقلها. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. تفضل. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. وكتاب مبين. صلى الله عليه. وكتاب مبين. لا غن غن لا غن 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 عندك. وكتاب 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 مبين. هدى وبشرى للمؤمنين. لا لا ليش لا كل هذه غنى. هدى وبشرى. مش هذه نون تنوين. هذه هدى وبشرى. أحسن الله عليك. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أعد إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. النون إيش عليها؟ النون إيش عليها؟ يا أبو سعيد يا أبا سعيد النون إيش عليها؟ أيوة شيخ. النون إيش عليها؟ ساكن. طيب يبقى ليش أقول لدن من لدن؟ من لدن حكيم. تفضل. أحسن الله. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. أعد. وإنك لتلقى. أيوة تفضل. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. قال موسى لأهله يا ناس نارا سآتيكم منها بخبر لا أعد وانتبه للمد المنفصل. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. الميم الساكنة. الميم الساكنة وبعدها حرف الباء.
أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاء أشيخة أكمل فلما جاءها نودي بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما راها تهتز كأنها جان ولا مدبرا لا 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 ولا مدبرا ولم يعقب فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب جان ولا تفضل نون مشددة عندك ما رآها جان وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء أعد في تسع أعد وادخل يدك في جيبك تخرج هذا جواب الأمر وادخل فعل الأمر تخرج جواب الأمر كلاهما مجزوم وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء نعم أحسن الله إليك وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين لما جاءتهم آياتنا فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال مثنى هذا وقال الحمد لله ما هنا عندنا احنا قاعدة إذا التقى ساكنان انتفى المد إذا التقى الساكنان انتفى المد أنت عندك قال هذه ألف الفعل هذه ساكنة والحمد الألف هنا ساكنة فنقرأها وقال الحمد لله الذي فضلنا
وقال الحمد لله. تفضل. السلام عليكم. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. نون الساكنة. هذا لهو وأوتينا. إن هذا لهو. وأوتينا من نون الساكنة. صلى الله عليه. وأوتينا من إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قال قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. لا 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 عيد صوتك راح. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ليحطمنكم سليمان. النون ادخلوا مساكنكم ليحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يا أبا سعيد. فتبسم ضاحك. يا أبا سعيد ركز لي. أيها شيخنا ركز على أي نون مشددة تغنها. ركز على أي نون مشددة أنك تغنها. يلا اقرأ من عند قالت نملة يا أيها. أي نون مشددة أي ميم مشددة تغنها. تفضل فضيلتك. يلا قالت يا نملة. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ليحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يا أبا سعيد يا حبيب الملايين أي نون مشددة أنت عندك نون مشددة مشيت وطنشتها. النمل. قالت نملة يا أيها النمل. أحسن. يلا. طيب. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ليحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أعد. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ليحطمنكم سليمان. يا أبا سعيد. يا أبا سعيد اللي بيضم ميم الجمع هذا قالون وابن كثير المكي. فيش فين مساكنكم؟ من فين هذه جبتها؟ مساكنكم. أيوة مساكن. أحسن الله لك شيخ. أعد. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ليحطمنكم سليمان مساكنكم مفعول به. مساكنكم. أحسن الله لك. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ليحطمنكم سليمان يا أبا سعيد أنت لما تقول أنت بتقرأ من فين؟ من جوال ولا من مصحف؟ من جوال. لا 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 يعني يا جماعة ما تجيبوا مصحف تقرأ منه يا جماعة الله يرضى عليكم. يا شيخ المصحف يبغالي نظارة أنا ما عندي نظارة. طيب لا يحطمنكم مش لا يحطمنكم. لما تقول لا يحطمنكم معناها تؤكد انه حيكسرهم. لكن هي بتقول لا يحطمنكم يعني انتبهوا ما يكسركم. تفضل. احسن الله يكون.
قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. شيخ صحيح كده؟ نعم نعم استمر. وجنوده وهم لا يشعرون. نعم. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني وقال ربي أو ربي أو ما في مد هنا، هنا في كسرة بس. طيب. وليس إلى يا مدية. وقال ربي أوز ربي أو فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وقال ربي أوزعني ما عندك هنا في مد؟ أحسن الله عليكم شيخ. طيب. طيب. وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. ثاني لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. ليأتيني نون مشددة. أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الخبأ لا إله إلا يخرج الخبأ في السماوات والأرض يخرج الخبأ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الله أكبر. الله
أكمل الشيخ ولا؟ لا خلاص. تعال حس. انتهى. انتهى الربع. أيوة شيخ. أحسن. جزاك الله خير. أحسن الله إليك. وياك حبيب. وياك. يلا يا مشعل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بك. أحسن الله إليك. قال سننظر أصدقت أم كنت. الراء 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 إيش عليها؟ مضمومة يا شيخ. يلا ضمها. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. نعم. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية قالوا إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من
مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع نعم. اقرأ استمر. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون
تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون جزاكم الله خير. معذرة نكتفي بهذا القدر أيها الكرام الفضلاء لأنه عم أبو نايف قال أن الزوم قطع لذلك هو كان خرج مننا فمعذرة بالنسبة للشيخ أحمد أبو نواف يعذرنا في ذلك ل